قال وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني علي أبو زعكوك أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن من قام بتفجير زليط تونسي الجنسية. وأضاف أبو زعكوك أنه لا يدين الحكومة والشعب التونسي، ولكن كان من الأولى لهم تقديم واجب العزاء. نحن اليوم لا ندين الحكومة التونسية ولا ندين الشعب التونسي، ولكن يجب أن يعرف الأشقاء في تونس أنه كان من حق الجاري عليهم أن يقدموا على الأقل تعازيهم لنا في مصابنا الكبير، بالإضافة إلى أن الذي قام بالعملية أحد المواطنين التونسيين الذين دخلوا إلى ليبيا. وفي ذات السياق قال أبو زعكوك أن فايز السراج دخل عن طريق الخديعة إلى مطار مصرات. وقال أبو زعكوك أن السراج دخل برفقة مسلحين تونسيين بشكل غير شرعي، كالهجرة غير الشرعية التي تأتي من أقصى الجنوب حسب وصفه. ولعلمكم أنهم دخلوا بدون إذن، جوازاتهم لم تقدم، ودخلوا بخديعة إلى مطار مصراتة. وعلمنا أيضا أن هناك في جهاز الأمن المرافق للسيد السراج أعضاء من تونس تونسيين كانوا محملين بالأسلحة، وكما ذكرت سابقا دخول السيد السراج ومن معه إلى ليبيا هو دخول غير شرعي كدخول الهجرة الشرعية التي تأتينا من جنوب. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والمحلل السياسي. نرحب بك بداية دكتور. أهلا وسهلا بك. في بداية دعني أسألك أولا حول موضوع إعلان حالة الطوارئ أو حالة النفير والتعبئة العامة، يعني كيف تراه من وجهة نظرك دكتور فتحي؟ والله يا أخي الكريم أراه ضروري وفي وقته وله أسباب، وهذه الواقعية المنطقية التي رآها الناس. يعني بصراحة كارثة وفاجعة زليتن وما قبلها القبة وما قبلها الكرونتيا وما قبلها، يعني لعلي أعتبر أن حالة النفير إلى حد ما متأخرة لكنها ضرورية جدا جدا. إن لا عندي تحفظ بسيط، طبعا نحن نعيش في العالم الثالث. أتمنى أن تكون أن تنفذ المؤتمر وينفذ أوامر المطلوبة، ولكن مع الحفاظ على حقوق الإنسان وعدم الانزلاق في القمع وعدم الانزلاق في تقييد حرية الرأي وحقوق الإنسان وعدم تسييس إعلان النفير في حد ذاته. يعني تكون تطبيق حضاري راقي ومن حق الدولة يعني طيب. أن تطالب نعم في هذا السياق يعني ربما كلامك يجرني للسؤال حول الإجراء المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث طالب القائد الأعلى للجيش من وزارة العدل بضرورة مخاطبة كافة الأحزاب السياسية بضرورة تحديد مقرها الرئيسية والفرعية وتوضيح أذنات والتراخيص مزاولة نشاطاتها والذمة المالية إلى غير ذلك من هذه الإجراءات وأسماء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية. هل في هذا أي تهديد تراه ربما لحرية العمل السياسي في ليبيا سيد فتحي؟ هو أستاذي الكريم في الدولة المستقرة والدولة الآمنة يعني قد يكون في نوع من التهديد، لكن في هذه الظروف حقيقة أنا متأكد أن هناك أسباب دعت سيد أبو سهمين أو المؤتمر إلى هذا الإجراء. بالتأكيد يعني أن البلد حقيقة يمر بما يمر به، لكنني أنا ما عنديش مشكلة لو كانت الأحزاب انتقل اختصاصات مقارها مفروض معلنة هي قادتها، معلش لأنه معلنين وظاهرين، ربما تحفظ على أسماء المنتسبين إليها مرة أخرى. نحن في عالم السياسة متغيرة فيه والخروقات الأمنية كثيرة، حتى تتسرب أسماء المنتسبين إلى أيدي من لا يحمد عقباه ويستغلها مستقبلا في إضافة القمع والتنكيل. لذلك قد ربما تعطى أسماء على نطاق أمني ضيق جدا 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 بحيث يتحفظ على أسماء طيب. الناس وأرواحهم ومستقبلهم، لكن الطلب بصفة عامة أراها عادي وقد يخدم الوطن أكثر مما يضر بالأحزاب يعني. طيب هل ترى يعني ليبيا كما تعلم دكتور فتحي الفاضلي ربما تعيش في مرحلة
صعبة، يعني حيث أن مؤسسات الدولة ربما جميعها تعيش حالة ضعف في هذه المرحلة، هل ترى بأن بإمكانها فعلا الاستفادة من إعلان حالة الطوارئ والنفير كما ينبغي؟ والله أستاذي كريم، حقيقة كمواطن أفكر في هذا الأمر منذ زمن قبل حتى حادثة تظليف. لابد من الحق في بعض الأمور، لابد من مراقبة، لابد من الجدية الصارمة، مش لما يصير حدث ترتقي بين الأمور الأمنية إلى هذا المستوى. لابد أن نحن في مرحلة ما بعد الثورة، لابد أن نكون دائما في حزم على يقظة، متربصين يعني حقيقة حتى لا تحدث ما يحدث أخبار. هناك أجانب يا أخي أينما نمشوا غير ليبيين، مرحبا بهم، يعني ليبيا وطنهم بلادهم. نعم. طيب في هذه في دعني التقط منك هذه العباره، موضوع الاجانب، وانتقل الى المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد وزير الخارجيه بحكومه الانقاذ الدكتور علي بوزعكوك. نعم. يعني حيث قال بان التحقيقات الاوليه تشير الى ان من قام بتفجير زليطن هو تونسي الجنسيه، ومع ذلك اشار الى انه لا يدين الحكومه التونسيه ولا الشعب التونسي، وكأنه عتب عليهم في نهاية الأمر إلى أن كان الأولى أن يكون هناك موقف أو حتى تعزية من الحكومة التونسية. يعني كيف تابعت أنت هذا المؤتمر الصحفي وما ورد فيه؟ والله يا أستاذ الكريم، لعل وضع الأستاذ علي بوزعكوك كوزير خارجية يتخير ألفاظه وكلماته لغرض ما، أما أنا كمواطن السيد الكريم مش بس أدين الحكومة يعني بل أقاضيها، يعني الحكومة التونسية معقولة شبابها يا رجل يجوا يقتلوا فينا 24 ساعة، حتى تفجير الدفنية تقريبا وقتل وجرائم كثيرة، أخوة توانسة الناس اللي تمسك أولادها يعني، أو بعدين الحكومة فاشلة جدا يعني مش قادرة تدير مؤسسات مصانع تنمية لشبابها، قاعدين ضايعين ماشيين للبلدان الأخرى يموتوا في كل مكان يفجروا في أرواحهم يا أخي. يعني أدينها وأدينها ونص، وأدينها خاصة وهي كل ما يحدث تدين في ليبيا، تقول الإرهاب يأتينا من ليبيا، بيننا نحن يأتونا الأخوة من تونس ويقتلوا فينا ويفشخوا فينا ونحن نتهموا بأن نحن إرهابيين. يعني حتى الشاب اللي قتل شو اسمه هذا السواح على الشط في تونس اتهمنا به نحن، يعني هي بندقيه وشاب واحد دار الدهور كيف ما يبي ساعه ساعتين فشخ وقتل كيف اتهمت به. اللي عندهم امن، اللي عندهم حراسه، اللي عند الجانب الامني، وهذا يا اخي الكريم تذكرني استاذ عبد الرحمن بعد اذنك بفشل الغرب والشرق والعرب في محاربه ما يسمى بالارهاب، هم اسباب الارهاب. يعني ما تعرضت له جماعه النهضه في عهد بن علي من القمع وتغييب الفكر الاسلامي المتوسط واغلاق المعاهد الدينيه والتضييق على الفكر الاسلامي والشباب، خلاهم عندهم خواء فكري وبالتالي يلتقطهم كائن من كان يتلبس بالدين او يضيعهم. يا اخي الكريم هم دكتور فتحي يحسدون القمع الذي مارسوه ضد الشباب ومنعوهم من حتى الصلاه يا راجل، مساجد بالكروت تحط الكارت نتاع ما تصليش الا في المسجد اللي في حيك ومراقبين والحجاب طيب والجمال. طيب دكتور ما فعله نظام نعم الواقع في تونس ربما الماضي يعني ربما يتطلب حلقات طويله وساعات طويله، لكن دعني في دقائق يعني اريد ان يعني اعرف تعليقك على بعض النقاط. هناك بعض حتى من المسؤولين الليبيين وحتى من اصحاب او حتى المواطنين يعني من يتساءلون لماذا لا يتم تفعيل لجنه امنيه مشتركه ما بين حكومه الانقاذ والحكومه التونسيه من اجل يعني مراقبه ومتابعه هذه القضايا، قضايا الارهاب وقضايا التسلل العناصر الارهابيه والمسلحه الى اخره، لماذا يعني لا يكون هناك اي تعاون امني لضبط هذه الامور؟ نعم استاذ الكريم، هذه فكره عمليه جيده حقيقه تخدم البلد. من الحكومه التونسيه الجديده هذه ان 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 ترفع مثل هذا الطلب، ان يتم التعاون مع حكومه الانقاذ، يتم التعاون حتى مع القبائل، حتى مع اللجان، حتى مع المجتمع المدني الليبي يا اخي. تعاونوا معنا، انتم صامتين مجمدين انفسهم، وكلما تحدث عمليه يتهموا ليبيا بالارهاب يا اخي. 24 ساعه لغرض لخدمه استراتيجيه ما او خدمه تدخل عسكري، يعني فعلا ان تشكيل لجنه او وزارات الامن تتعاون، لما لا؟ لا ادري لماذا الحكومه التونسيه لا تحاول ان تضع يدها
في ايدي قوة ليبية في الداخل. يا ستي ما تبيش تعترفي بالمؤتمر كحكومة، اعترفي ببعض القوى الامنية وتعاوني معها، مع الثوار، مع القوات المسلحة، مع الاركان، مع القبائل. المهم نسق، طيب. لابد ان يكون هناك تنسيق لحماية البلدين وحماية الحدود. طيب في 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 سياق قريب، يعني تحدث ابو زعكوك عن طريقة دخول السيد فايز السراج ووصفها بأنها كانت بطريق الخديعة، وحتى أشار إلى أن كان هناك برفقته مسلحين تونسيين ودخلوا معه بطريق الخديعة، وأنها طريق غير شرعي، يعني كمثل المهاجرين غير الشرعيين. كيف تعلق على هذا الأمر؟ أولا أتمنى من الحكومة التونسية أن تستنكر، أن تقبض على الحراس، أن تحقق معهم ولا لا. ايضا ان تستنكر مواطنيها ياتوا لحمايه السراج، مواطنيها ياتوا ليفجروا، مواطنيها ياتوا ليقتلوا. والله يا اخي انا هنا ارجو الا يفهم اي من المشاهدين الكرام التحامل على اخوه تونس، هم اخوتنا وكرماء ما شاء الله، نحن نتكلم على الشباب المضل الذي يقتل في نفسه، ليس على جميع التوانسه، بالعكس يعني ناس طيب واخوه، كلنا الشعوب العربيه مقموعه، كلنا نحن في نفس القارب ونفس المعاناه. لكن على الحكومه التونسيه ان تقبض على هؤلاء الحراس وان الاخ السراج هنا يعني. اريد ان اسال دكتور فتح الفاضلي، هؤلاء الحراس المسلحين الم يصعدوا الى الطائره من المطار التونسي، وبالتالي يعني كان السلطات التونسيه يعني تحت اشرافها تم مثل هذا الامر؟ ليس تحت اشرافها فقط، بل بمراعاتها وتشجيعها، وربما حتى رواتبهم من الحكومه التونسيه، لا ادري يا اخي. هذه الحكومه بتاع تونس يا اخي ما زالت تعيش في عقليه الماضي، يعني لا تريد ان تتفاعل مع الحدث المعاصر وان تتعاون مع ليبيا. يعني هذا الاخ السبسي ولا شو اسمه ما زال في عقليه ال 80 سنه اللي ماضي عايش فيها للاسف الشديد، وطبيعي ان اثبت هذا طبعا ما فيش وقت يعني، لكنه يعيش في الماضي، هذا الرجل يعيش في الماضي، هذه الحكومه التونس لا زالت تعيش في الماضي ما قبل الثوره. ما قبل الثوره، لا يريدوا ان يتعاونوا، ان ننتقل الى جديد، يخافوا من جديد، يخافوا من التغيير. شكرا لك، تستمر قضايانا وتستمر مشاكلنا يعني. شكرا لك دكتور فتحي الفاضلي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف.